انا يعني بيتوتية جدا، كنتقدر راسي، كنطيب راسي. اكيد كتكون مساعدة مع السيدة اللي كتساعدني في الدار بالنسبة في تربية الولاد او كذلك الاعمال المنزلية. عزيز عليا بزاف الجو ديال البيت، والحمد لله سعيدة فيه بزاف بزاف. رمضان كيكون زوين ما بين الاحباب والصحاب، كنديروا دارات، كل مرة كنمشيو نفطروا عند شي حد في العائلة. اجواء رمضانية اجواء مليئة بالاشياء الايجابية، سواء تقرب من الله سبحانه وتعالى، عمل الخير، التغاضي عن الأشياء اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي، إلا كتب سيد ربي علاش لا. أنا كنت سعيدة جدا بهذه الزيارة ديالي لهذا المقام الشريف، وإن شاء الله كنتمنى نعاودها مرة أخرى إن شاء الله. والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله.